كانوا يعملوا سراب سراب كانوا يبيعوا العنب ويعملوه في واحد الموضع يكب وكانوا يدرخوا على العنب حتى يجبد السراب وكانوا يطبخوا على العافية حتى يبقى منه شي نص ولا تلوت وهذاك السراب كانوا يعملوه في البوطة مجيانة مجدودة وتيبقى كتير دلعامات. أنا عندي في الدار السراب 30 دلعام دي باباس وبوف في الدي يعني شابش ليخين ونيت المحيا من العين منورة دي كانوا ما مجيانينش كانوا يعبيو اتزاق كبنا لو دخلوا من زباب موقعيت وكانوا يعملوا في المحيا كان يعملوا في واحد التازين كبير ويعملوا هناك او الكرموس او العنب ويشدوا ومن هناك تتجبد واحد التينوريت باش من هناك تتجبد المحيا. شنو هي المحيا؟ المحيا هي العرق العرق الزعه القديم شل التفشيل شيء شمال. وكانوا يعملوا كثير المحيا وكانوا يسربون كانوا يسربوا كثير ما كانوا يشكروا كانوا يسربوا باش يكونوا فرحانين نيت النشا قام الناسيم كانوا يسربوا كثير للمحيا ونيت السرب אבל ما كانوا شكرانين لا شيء كريم كانوا كان